بعتها بتقول ان الجار دايما بيساعد جاره وبيقف معاه وقت الشده، ودايما بيبقى في قرب من الاهل، بس برضو في جار بيكره الخير لجاره وعاوز دايما يبقى هو الاحسن. بص، هي طبيعه بشريه ساره، اعتقد ان كلنا بنبقى بنتمنى نبقى احسن، ولكن في حاجه اسمها منافسه. المنافسه دي لازم تبقى منافسه شريفه. ما هو في فرق بين الشخص اللي بينافس علشان هو ينجح وما يوقعش اللي قدامه، وفي فرق بين الشخص اللي عايز ينجح ويوقع اللي قدامه علشان ما يبقاش ظاهر غيره هو. فاعتقد ان لا، ده حق مشروع ان يبقى فيه منافسه، بس تبقى منافسه شريفه.